بيحصل احكي في لي الدوري. وحنلي كده بس ايه، الله يخليك انا بحب تحليلك. طيب فاخدنا على الهادي يعني، عشان ايه عايز اتخانق معاك. تتخانق ليه؟ عايز اتخانق، انا عايز اتخانق يا سيدي. احنا عايزين ناس بس يلا. اللي بيحصل فوق طب تعال نقسمها. ما انا بقول لك زمالك بيراميدز اهلي وبعد كده نبقى نوصل للي تحت. الزمالك ماشي بمعدل كويس، جاله مدرب بيعرف يدير ازمه مش بيدير فرقه. ايوه حلوه دي يعني. البروف بروف لان انا زي كارلوس بالظبط، كيروش بروف برضو. مدرب قالوا له خد تعامل مع مع القصه، جه في وقت برضو صعب لكن هو عنده خبرات طبعا، فهو بيعرف يدير الازمه، هو بيدير ازمه الفرقه. يعني انا بتكلم على الفرقه، على الازمه اللي في الفرقه. فهو بيعرف يدير الازمه، بيعرف يديرها بخبراته، بتعاملاته، حاجات كتيره جدا تشمل ازاي تخلي لعيب القدرات مش عاليه قوي، نعم، او باماكن محدوده قوي. ده على اللعيبه. طبعا هو بيدير الازمه دي اللي عند اللعيبه. اماكن ناقصه، اسامي ناقصه الى حد ما، استخدم بعض الوجوه الجديده، مش ولاد صغيرين، هم نعم. ولاد صغيرين لكن وجوه جديده مبشره. هو ادار الازمه بشكل كويس وكان حلفه التوفيق بشكل كويس. يعني في توفيق حلفه في حاجات كتيره جدا. حلفه في انه نتائج بيراميدز قبل مباراه الاهلي كانت يعني في ماتشات والنقاط بتضيع منه. مظبوط. المفروض ما تضيعش على السكواد اللي موجود. الاهلي ساعد في فقدان نقاط. كان طول الوقت بنتكلم على انه احنا عندنا خمس نقاط في جبنة، عندنا خمس نقاط في جبنة، عندنا نعم. خمس نقاط في جبنة اللي هي المباريات المؤجلة. صح. ضاعوا واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة، ده كمان بزيادة بقى بالناقص بالماينس، بقى بالماينس ثلاث نقاط. حتى لما تخلص ماتش بكرة، ده اخر ماتش في المؤجلات فضل ولا واحد. فاضل واحد الاسماعيلي. حتى لو خلصت المؤجلات يعني، فبقيت جت بطولة الكاس القديم، علشان الناس دايما كانت يعني كل ما حد يجي يتكلم عن الجهاد يقول لك دوري الكورونا هو السبب. يا جماعه احنا لعبنا كاس قديم. احنا لعبنا كاس قديم ليه طيب؟ نعم. انت واخد بالك؟ ف الاهلي فقط حاجات كتير، نقاط نعم. كتير، مستوى بعد هزيمه نهائي افريقيا على طول. حصل دروب كبير في جوه التيم بتاع النادي الاهلي كله، مدرب مشي، مدرب جه، سامي مسك، مدرب جه، فبقت العمليه فيها دربكه فنيه. بقت في دربكه فنيه افقدت نقاط. نقف شويه. تمام. نقف شويه. اذا خلاص مش هنتكلم تاني على فريرا بروفيسير ادار لا ازمه. لا اضاف ادار ازمه واضاف للعيبه ثقه صريح. الناس بطالب الناس تسمعه في المؤتمرات. نعم. شوف بيتكلم ازاي، بيدي رسائل حتى فيها رسائل ذكيه. بتاع يعني مثلا لما قال لك احنا الحكام المصريين لازم نقف كلنا جنبهم و لانه داخل على مرحله صعبه. نعم. ودي مهمه جدا، دي رسائل ذكيه يعني. نعم. المدربين بتعملها كتير. ايوه. بقى عند اللعيبه ثقه الفوز حتى باداء اقل. بالظبط. بيقول لك حتى لو انت وحش بتكسب. بقى في صدقوا ان هم خلاص هم بطل الكاس. لا طب وليه ما نبقاش احنا بطل الدوري؟ فبقى في ثقه الفوز، بقى هم بيلعبوا حاسين ان هم لازم يكسبوا وهيكسبوا. بقت في روح كويسه موجوده. فده لما بتوجد في فرقه مع نواقص كتير فنيه، الحاجات دي بتعوض الى حد كبير. لا ارجع بقى اروح للاهلي. طبعا انا مستنيك. ده خلاص البروفيسور فيريرا.